السلام عليكم. اليوم في مطبخ ام وليد ان شاء الله راح ندير لكم مربى تاع البرتقال. احنا يعني نسموها تشينه هنا في الجزائر، وباللغه يعني البرتقال. هنا عندي كيلو تاع تشينه، كيلو تاع السكر، والسكرفاج. هذا الفيديو ان شاء الله راح يكون يعني اشتراك مع حبيبتي مريومه صاحبه قناه وصفات المجربه. هي راح تدير لكم معجون مربى البرتقال المطحون، وانا حندير لكم مربى البرتقال براج. يعني حوسوا عليه بزاف الاخوات. نتمنى تزوروا قناه مريومه، يعني قناتها في القمه ما شاء الله. راح نحط لكم الرابط تاعو اسفل لا فيديو باش تطلعوا عليه. نبداو مباشره في طريقه التحضير تاع المربى تاعنا. هنا حكمت المندل التشينه تاعنا البرتقال، غسلته مليح ونشفتها. من بعد واش ندير؟ نحكم السكرفاج. من الاحسن هذا اللي يجي حرش، هذا ماشي هذا وماشي هذا، كاين انواع تاع السكرفاج، هذا اللي يجي حرش. ونبدا نسكرفج، نحي هاد الطبقه، يعني هاد الجهه هي تعطينا احسن النتائج. نحي كامل هذيك الجهه، الطبقه البرتقاليه، هاد الاورانج كامل نحيها بالسكرفاج. ونجرب كيفاش يعني نخليها السمك واحد، يعني ماشي جهه طالعه جهه هابطه بهذه الطريقه. اذا راح نكمل انا كامل الحبه تاوعي، ونلتقي فيما بعد ان شاء الله. اذا هنا راني نحيت كامل الطبقه البرتقاليه. خلوا البيضه، البيضه ما نحوهاش، وجربوا كيفاش تنحوها كامل بسمك واحد. ها هي الطبقه اللي نحيتها، هذه انا ما نرميهاش، نخبيها في المجمد، نديرها في كيس ولا في علبه بلاستيكيه ونخبيها في المجمد. على هذا قلت لكم يعني استعملوا السكرفاج هذا النوع، شوفوا مليح راح يعطيكم ان زست روعه، ما يجيش يعني خشين. يعني كي تستعمليه في يعني في الوجبات تاعك، يعني في البريوش ولا، راح يعطي طعم روعه. هذا حنخبيه في المجمد. الان واش ندير؟ نحكم البرتقال تاعي ونقطعه براج. بسم الله، بهذه الطريقه نجرب كيفاش نحي هذه فوقانية والتحتانية، كما نشوفو، ونقطعهم براج حسب الرغبة. دوك كل وحدة كيفاش راهي حابة البراج تاوعها، كبار ولا صغار. إذا أنا نقطع الحبة على تمن براج. هنا راني نستعمل فيه موس تاع المنشار، راح يعطيني أحسن النتائج. إذا نقطع بهذه الطريقة، راح نكمل نقطع كامل الحبة تاوعي. ماذا بينا نحو هذا الوسطاني الابيض، ما نخلوهش حتى هو، ونكمل الحبه تاوعي كامل ونرجع لكم. اذا هنا بعد ما قطعت التشيله تاعي براج كما رانا نشوفوا فيها، ها هي امامكم. واش ندلها؟ ندلها الماء. اذا نغطيها بالماء ونديرها تغلي. اذا غير تغلي نصفيها، ونعاود هذه المرحله نعاودها 3 مرات. يعني هنا نحطها فوق النار تغلي فقط، غير تغلي نصفيها، نعاود ندلها ماء واحد اخر، ندلها 3 مرات. هذا العمليه علاش نديروها؟ باش نحو المروريه تاع الفتشينه. يعني التشينه فيها واحد المروريه في هذه الطبقه هذه، حنا كي نغلوها 3 مرات ونصفوها راح نحو هذيك المروريه. هنا كي بدا يغلي كيما رانا نشوفو نصفيه، ونعاود العمليه 3 مرات. يعني هذه المره الاولى ونزيد مرتين نصفيه، نعاود له الماء ونعاود يمكن نرجع لكم باش نكملوا الطريقه تاع المربى تاعنا. هنا من بعد ما صفيت التشينه تاعي، بعد ما غليتها 3 مرات وصفيتها، هنا دائما نستعملوا في المربى، دائما نستعملوا قدره تكون شويه ثقيله، ما نديروش القدره اللي تكون خفيفه باش المربى تاعنا يطيب على نار قليله ويجي شباب. واش ندير؟ ندير كيلو تاع السكر، وندير لهم ريتلا تاع الماء، برج تاع قارص، ونخليهم يغلو لمدة 10 دقائق. إذا نخلطو، نشعل عليه النار ونخليه يغلي لمدة 10 دقائق حتى نحسو بالسيرو تاعنا بدا يثقل، ونعاود نرجع لكم فيما بعد إن شاء الله. لان هنا بعد مرور 10 دقائق السيرو تاعي راه يغلي، راه بدا يثقل. يعني كي ديريه بالمغرف تحسي بلي بدا يثقل. هنا واش ندير؟ ندير هذيك التشينه تاعي اللي كنت صفيتها،
غير بالعقل. بسم الله. اذا نفرغ التينه تاعي في هذاك لو سيغو ونخليها تغلي على نار قليله. يعني هذا سر من اسرار نجاح المعجون تاعنا، انه تكون النار قليله ما تكونش قويه، ونخلوه يغلي على نار قليله ونرجع لكم فيما بعد ان شاء الله. هنا كما رانا نشوفوا خليته على نار قليله، دالي حوالي ساعه هو يطيب على نار قليله في غردو. هنا تشوفوا بلي البرتقال تاعكم تعسل كما راكم تشوفوا، وال يعني والسيرو راه ثقيل. هنا نطفي عليه ونخليه حتى يبرد تماما ونقدمه لكم ان شاء الله. ها هو المربى تاعنا بعد ما طاب، شوفوا كيفاش برد، يعني برد لنا تماما. شوفوا كيفاش جاوا معسلين هذوك الاطراف تاع البراش تاع التشينه، روعه. ها هو امامكم، حبيت نوريه امامكم، يعني شوفوا كيفاش جا، شوفوا هذوك الابراج، روعه روعه روعه. وهنا ها هو شويه راح نقسم منه شويه وراح ندوق منه شويه، اعذروني فقط. بنت روعه، ما فيش كامل بنت المروريه. نتمنى انها تنال اعجابكم من الوصفه وتجربوها وتنجحوا فيها. ولا عجبتكم الوصفه تاع اليوم، ما عليكم غير ديروا جيم لا فيديو وتشاركوا في القناه. بلا ما ننسوا زوروا قناه حبيبتي مريومه، حتى هي دارت لكم مربى لكن بشكل اخر، وكل وحده تخير النوع اللي حباته. والى الملتقى ان شاء الله مع وصفه جديده، والى اللقاء.